إذا مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، مشاهدين حدث 24 أينما كنتم وأينما تواجدتم. أمطار الخير تتساقط على مدينة الدار البيضاء. صراحة الكمية اللي كتنزل الآن هي أكبر كمية عرفتها اليوم. أمطار الخير والبركات تتساقط صراحة، جات في شهر 10 بداية الموسم الفلاحي اللي كنتمناو أنه يكون ممتاز، يكون جيد. وكذلك بالنسبة حسب التوقعات ديال مديرية الأرصاد الجوية بمدينة بالمغرب أن غدا إن شاء الله سيكون ممطرا أكثر من اليوم. هي أمطار الخير والبركات تقريبا 0.5 ملم حسب التوقعات ديال الأرصاد الجوية. غدا غتكون في حدود 2 ديال الملم. هي أمطار مهمة جدا، وغتعاود تهطل نهار الخميس 17 أكتوبر، وكذلك نهار 24 من هذا الشهر. هي كميات ماشي كثيره، ولكن الحمد لله بنعمه المطر الله كي كطيح دابا في مدينه الدار البيضاء بالضبط بالحي المحمدي. امطار الحمد لله مهمه، ومهمه بزاف في هذه الاثناء اللي كجري فيها المقابله اللي كنظن ان قربت سالي بانتظار مهم 5-0. رجعوا الامطار ورجعوا الكميه ديال الامطار اللي كتساقط على مدينه الدار البيضاء في هذه الاثناء. هي كميه مهمه ومهمه جدا. الكميه اللي سقطت اليوم غتكون ان شاء الله غدا الاحد كميه اكبر منها، اللي غتكون في حدود 2 ديال المليمتر، وغتكون امطار صراحه مهمه. نتمنوا لشي منطقه يقول لنا واش حتى عندهم كتصب ولا ما تتصبش. هي امطار الخير كما كتشاهدوا معنا، الكميات الحمد لله مهمة ومهمة جدا. أمطار الخير نتمنى أثناء تكون من سيدي قاسم، تبارك الله على الناس ديال سيدي قاسم، والله يجعل هذه الشتا تكون كثيرة وكثيرة بزاف. كما قلنا إن شاء الله غادي تصب غدا بكميات مهمة، حسب التوقعات ديال الأرصاد الجوية. الأمطار اللي كتساقط على مدينة الدار البيضاء الآن كما قلنا هو بداية الموسم الفلاحي. نتمنى هذه الامطار تكون عامه وشامله. نشوفوا بعض المناطق اللي كاينه الكميات، تنظن ان في الشمال هي الكميات الكبيره، والله يعطينا الشتاء على قد نفع ديما كما تنقولوها. بهذه الامطار اللي غادي تدخل شويه المغاربه بالبهجه، والله يدير شي تاويل ديال الخير. طونجي، شوفوا طنجة شحال فيها ديال الامطار عجيبة. امطار كما كنقولوا كتساقط هذه الاثناء، هي امطار مهمة. طنجة اليوم الامطار كانت اكثر من مدينة الدار البيضاء، اللي غتكون نهار 2 بالنسبة لمدينة طنجة غتكون امطار مهمة ومهمة جدا، غتقدر تكون مهمة بزاف، غتكون تقريبا طيلة الاسبوع المقبل. هذه طنجة. رجعوا لبعض المدن، نشوفوا الجنوب، نشوفوا اكادير، نشوفوا مبروك المغرب كما تنقولوا. امطار مهمه، امطار الخير واليمن والبركات كما كنقولوا كتساقط في هذه الاثناء. الناس اللي كانوا مشغولين بالمقابله ديال المغرب، المغرب انتصر ب 5-0. 5-0 هي نتيجه مهمه كتبين الوضعيه ديال المنتخب المغربي. اذا الامطار لا زالت كما قلنا، طنجة غتعرف امطار حتى هي مهمه. شوفوا اكادير كما قلنا اللي في شي منطقه يعطينا شحال كاينه ديال الشتا. نتمنوا ان هذه الامطار تكون مهمه، وتكون ان شاء الله بالنفع المغرب كامل. الله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يفرج علينا، الله يفرج على المغرب كامل، الله يفرج على المغرب كامل ويشعل هاد الامطار. امطار فين ما عندكم الشتا حاليا. هنا الدار البيضاء كما كتشوفوا منطقه الحي المحمدي، سينما سعد الناس اللي كيعرفوا الحي المحمدي. كنا طنجه كاينه فيها الشتا. بعض المناطق نتمنوا ان اللي في شي منطقه يقول لنا كيفاش داير الشتا، كيفاش داير التهطل الامطار. الحمد لله ما كانتش امطار كثيره، ولكن حدود هذه الساعه تقريبا قبل من بدايه المقابله لحد الساعه، ان الامطار الحمد لله تتهاطل بكميات مهمه.
الكميات نتمنوا ان تكون عامه وشامله في جميع المناطق المغربيه بدون استثناء، لان لما في هذا الامطار اللي صراحه كتدير حقنا السدود هنا، الناس ديال التراموي هاد البلاصه ديما فيها المشاكل، ملي كتصب الشتا كيصعب على الترام يطلع هاد البلاصه بالضبط، وديما حنا كنشوفوها واش من داكشي علاش كيديروا شويه الرمله باش تاثر شويه على باش الترام يطلع بحريه. نتمنوا ان الامطار تكون عامه في جميع المناطق المغربيه. هلو لما عندناش الشتا خويا اسماعيل من المنطقه باش نعرف واش الشتا كتصب. هيا عاوتاني رجعت تمجهد شويه كما المناطق الفلاحيه اكيد مكناس فاس الشاويه والرحامنا، الا صبت في الرحامنا المغرب كامل غيفيض. دابا نسبه الامطار زادت واحد شويه في هاد الدقائق صراحه زادت واحد شي شويه، الله يعطينا الشتا. وصراحه الشتا راه ملي كتجي الشتا جميع المناطق ديال المغرب كتعرف واحد الرواج فلاحي، وباش يطيح شويه الدجاج ويطيح اللحم. الخضره الحمد لله طاحت الا البطاطا باقا شويه طالعه. الكميات ديال الامطار كتزاد في هذه اللحظات كما كتشاهدوا معنا. كانت مدينه باللايف كانت امطار قليله، ولكن الحمد لله الان امطار قويه في هذه اللحظات. تزادت واحد شويه كما كتشاهدوا معنا، زادت بزاف كاع ماشي شويه، والحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. الله يعطينا الشتاء على قد النفع، والله ينفعنا ببركة الأمطار أينما كانت. نبرقوا شوية لأن تمجهدات واحد شوية. إذا أمطار الخير واليوم نور البركات، الحمد لله نتمنوا أن تكون عامة وشاملة في جميع المناطق المغربية بدون استثناء. الله يعطينا الشتاء على قد النفع، والله ينفعنا بالشتاء، الله ينفعنا بالشتاء، والله يعطينا الشتاء على قد النفع كما تنقولوا. تنظن لبعض الناس كيعمر ولا ما كيعمرش؟ نعم؟ ما عرفتش كيعمر هذاك الكلب. بغيتي الشتا ديال الماء؟ الماء لا غيعمر ان شاء الله. عمر؟ شتي الشتا هو دابا مجهد ياك شويه. الحمد لله كما كتشاهدوا معنا. ما غيعمرش ما غيعمرش. الله يرحمنا بالشتا، الله يعطينا الشتا على قد النفع. كما كتشاهدوا معنا امطار بدات كتمجهد شويه. حنا كنتواجدوا في منطقة حي محمدي، الله يعطينا الشتاء على قد النفع. نشوفوا أكادير، أكادير اليوم كاينة الشتاء وغدا كاينة الشتاء، غتكون الشتاء قوية الحمد لله. الشتاء غادي تكون قوية في أكادير، تنهضروا على أكادير، الشتاء غتكون قوية وقوية بزاف. تقريبا الشتاء 3.3 مم غتكون إن شاء الله حسب التوقعات، هذه توقعات ديال الأرصاد الجوية. شوفوا مدينة أخرى عاوتاني كيفاش كاينة فيها الشتاء. نمشيو لمراكش، مراكش يا وريدة. شوفوا مراكش هي كيفاش دايرة فيها الشتاء اليوم. حنا مشينا لمراكش. عندك وريدة عندك راه كنا كتكون 0 مليمتر ما كانت 0.3. نتمنوا ان اللي في شي منطقه يعلمنا الشتاء الحمد لله بدات كتخفى بشويه. الله يعطينا الشتاء على قد النفع، الله ينفعنا ببركه المطار. المطار راه هو كما تنقولوا نعمه المطار، وكيبقاو فينا صراحه الناس اللي كيتكرسوا في هذا الشتاء. الناس اللي كيخدموا بالحلال وكيجيبوا بالحلال وتيعرقوا بها بالحلال رغم الامطار. اذا الامطار كما كتشاهدوا معنا، حاولنا نشوفوا في بعض المناطق ما عطاتناش. مشيو قلنا لمراكش، اسفي مراكش، مراكش نشوفوا الشتيوا. إذا كما كتشاهدوا معنا أمطار الخير لا زالت تتساقط على مدينة الدار البيضاء. الله يعطينا الشتا، قلنا طنجة فيها الشتا، الرباط تنظر فيها الشتا، أكادير
طلوا على مراكش. إذن كما كتشاهدوا معنا والله يعطينا الشتاء والله ينفعنا ببركة الأمطار، الله ينفعنا بالشواء صراحة. الشواء اللي زبون على بالنفع، نرجعوا لمراكش. هذه في مراكش الشواء كاين اليوم وكاين غدا وكاين بعد غدا، هذه الاستثناء ديال مراكش، غتكون الشواء اليوم وغدا وبعد غدا، وغتمشي سال إن شاء الله على حساب التوقعات ديال الأرصاد الجوية، وغتمشي نهار 24 اللي غتكون الشتا كبيرة وقوية. نهار 24 في هذا الشهر غتكون الشواء مهمة ومهمة بزاف. نتوما عارفين مراكش راه كاين رحامنا، كاين بعض المناطق الفلاحية تما، مراكش غتكون أمطار قوية، ولكن نهار 24 غدا سيفا أمطار قوية، والحمد لله على على نعمة الأمطار. الله يعطينا كما تنقولوا غير مراكش غتكون 4 أيام تقريبا 3 أيام متابعة، وغتكون نهار 24 أمطار. القرى والبوادي حتى هما محتاجين الشتا، الله يعطيهم الشتا، الله يعطي الشتا لكل شيء، الله ينفعنا والله يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سالما غانما. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظه من الفتن، اللهم يسر على العباد وعلى العباد وعلى العباد. ثم اجتمعنا تقريبا هذا الشيء، وغتكون غتكون عامة وشاملة في جميع المناطق المغربية. نمشيو لوجدة، وجدة اليوم كان فيها الشتا حتى هي، نمشيو لوجدة باش نختموا معكم. وجدة ميتي وجدة، نمشيو لوجدة شوفوا سي كيفاش دايرة فيها الوجدة. وجدة وجدة غتكون نهار 20، نهار 20 وغتكون نهار 25 وغتكون نهار 24 حتى هي ان شاء الله غتكون الشتيوة في وجدة. الله يعطينا الشتاء على قد النفع، الله ينفعنا بالشتيوة، الله يجعل آمنة مطمئنة هذا البلد الذي نحبه، ونتمنى ان الله يحفظه ويحفظ جميع المغاربة اينما كانوا اينما تواجدوا. اذا الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يفرج على الجميع. مساءكم مبارك سعيد، الله يعطينا الشتاء على قد النفع. شكرا لكم والى اللقاء.